استكمالا لموضوع الانتي ميكروبيال ايجنت او الانتي فانجال ايجنت، كنا اخذنا في الفقرة السابقة عن المجموعات التي ممكن ان تستخدم ضد هذه الميكروبات وهذه الفطريات، وتكلمنا سابقا على انه في معانا مجموعة من الازول، ثم توقفنا في النهاية عند البولينز اند الفلوسيتوسين جراسيوفلافين ذات انهبت نيوكليك اسيد سينثيسيس. هذه المجموعة من المضادات الفطرية هي أكتف على الفطريات أو الخمائر فقط مثل الكانديدا، والريزيستنس بالنسبة لها للأسف تطور مباشرة وبشكل سريع جدا، ولذلك لابد من استخدامها مع another combination، مع خلط من مجموعة من الأنتي فانجال ايجنت مثل الفلوسيتوسين مع الأنفيترياسين بي مثلا، ممكن بيعمل لنا activity أفضل. بالنسبة لجريسيوفلافين فتظهر أنها تثبط النيوكليك أسيد سينثيسيس وله تأثير على بناء الجدار الخلوي ويثبط بناء الكيتين في جدار الخلوي للفطريات، ولهذا فإنه يرتبط بشكل خاص جدا إلى النيولي فورمد كيراتين and active in vivo only against dermatophyte fungi، وهو فعال بشكل خاص في الفطريات السطحية لأنه يعمل على منطقة الكيراتين بالإضافة إلى تثبيطه للنيوكليك أسيد سينثيسيس. لن يقف الفطر أمام هذه المضادات خاوي اليدين، لكنه لابد من أن يطلق ما يسمى بميكانيزم of resistance، طرق المقاومة للمضادات الفطرية. في الشكل اللي بنشوفه احنا قدامنا هو عبارة عن فطر قد ربما يتكاثر، يعني بالتبرعم عن طريق sexual spores or asexual spores. فنعم معنا نوعين من الانتي فانجل. النوع الأول هو النوع اللي ممكن يثبط نمو الفطريات فقط يوقف عدد النمو، أنه عندنا العدد بيظل ثابت، بينما النوع الثاني اللي هو النوع بي هو الفنجي السدل، وكلمة سدل معناته كيلر، يعني وجوده معناته أنه قاتل للفطريات 100%. الستاتيك هو انهيبيشن. في هذه الحالة احنا كل ما ظلنا نستخدم الانتي فنجال ايجنت بيجي معانا توقيف لنمو الفطر، لكنه لا يموت، يسمح للمناعة بأنها تقوم بقتل الفطر بنفسها. في حال إنه كانت عندنا المناعة ضعيفة للأسف، وبمجرد ما نوقف المضاد الفطري بيحصل عندنا spontaneous mutation اللي هي طفرات بتؤدي إلى إفراز إنزيمات، هذه الإنزيمات تكون قادرة على تكسير الأنتي فانجال إيجنت، وبالتالي تبدأ عندنا تنشأ عندنا فطريات مقاومة لهذا المضاد الفطري. بينما في حال لو كان عندنا فانجال سدل فإنه ما بيحصلش عندنا، ما يتطورش عندنا حاجة اسمها الميوتيشن ولا مقاومة لهذه المضادات. الطرق اللي ممكن تتبعها أو الميكانيزم اللي ممكن تتبعها هذه الفطريات هي نفس الميكانيزم اللي بتتبعها بقية الأذر ميكرو أورجانيزم، يعني مثلا ممكن تفرز إنزيمات عن طريق الميوتيشن تثبط عمل، يعني تقوم بتفكيك هذا المضاد، أو ممكن تغير من التارجت موديفيكيشن، يعني بدل ما يكون مثلا عندي يستهدف بناء الكايتين بيخرب أو يغير مكان الكايتين ويصبح عندي المضاد يوصل للمنطقة اللي هو يشتي يعمل عليها أي تأثير، فما بيحصلش عنده أي تأثير. مثل نظرية القفل المفتاح، المفتاح لا يفتح إلا قفل معين، لكن في حال غيرنا القفل غيرنا مكانه، وبالتالي لن يفتح هذا المفتاح هذا القفل مرة أخرى. ممكن الفطريات تعمل على reduced permeability، تقلل من النفاذية الاختيارية لهذه المضادات الفطرية، وهنا سوف تنشأ المقاومة لهذه لن تسمح لها بالمضادات بالدخول إلى الخلية، وبالتالي لن تعمل هذه المضادات داخل الخلية. أو ممكن تعمل لنا active efflux pump اللي هو filler to achieve، يعني active efflux pump كأننا ما دخل من المضادات بيخرج من الجهة الأخرى، وبالتالي كأنها تفتح الباب وبمقابل الباب نافذة، كل ما دخل المضاد الفطري من الباب خرج من النافذة بسرعة، وهنا تنشيط طرد هذا المضاد بيعتبر عملية
تثبيط عمل هذا المضاد. الفيلر تو اتشيف يعني يفشل المضاد الحيوي بالوصول الى مكان العمل او الجهة المستهدفة او مكان الاكشن تبعه، وبالتالي فانه يحصل عندي resistance to this antifungal. الresistance بشكل عام قد تشمل بعض او كل الميكانيزم اللي موجودة معانا، يعني ممكن يستخدم الفطر اكثر من ميكانيزم واحدة علشان انه يقدر يقاوم هذه المضادات الفطريه، مثل ذلك الاسبرجلس والكانديدا والكريبتوكوكاس، بارتيكولاري ان ذا كيس اوف ذا ازول كومباوند، لو عاملناها بمركبات الازول فالمقاومه لهذه الانتيفانجال بتحصل بشكل كبير جدا. الأمراض الفطرية لا تقتصر فقط على وجود إصابات سطحية أو فقط إصابات سيستميك أو سوبرفيشيال كوتينواس إلى آخره، لا، ممكن أيضا تنشأ عندنا حساسية نتيجة لاستهلاك بعض الفطريات. وبالتالي أمراض الحساسية الجلدية إذا كانت عبارة عن هايبر سنسيتيفيتي فلا بد أن تترافق دائما معها إصابات فطرية، لأنه معناته أن عندنا المناعة ضعيفة، على طول بتنشر المضادات الفطريات بتنتشر أثناء الحساسية، أو تكون هي المسبب الرئيسي لوجود الحساسية نتيجة لاستهلاك الكثير من سبورات الفطريات الموجودة في الهواء أو استهلاكها المتطايرة مع التوكسينات، واللي ممكن تلعب دور كبير جدا هذه التوكسينات في إفراز ما يسمى بالحساسية. هذه الفطريات الموجودة في الهواء قد تكون موجودة في غبار، في موجودة في يعني مع الغبار، ولذلك الناس اللي دائما بيشتكوا من أمراض الجهاز التنفسي بيكونوا أكثر عرضة للسبورات الفطرية اللي تنتج عندها حساسية على مستوى الجهاز التنفسي تتطور إلى حساسية جلدية. المايكوتوكسيكوسيز اللي احنا تكلمنا عنه سابقا عن طريق استهلاك القمح او استهلاك الخبز المصنوع من قمح مسوس بالفطريات والموجودة عندنا بالشكل الاسود، هذه بتؤدي الى ايش؟ الى مظاهر تسمى بالإيروغوتيزم اللي هي تنتج من استهلاك القمح او الخبز المصنوع من القمح الملوث بالافلاتوكسيكيشن او الافلاتوكسين او الإيروغوت، وممكن تسبب ايش ايضا بواسطة انه نستهلك احنا لحوم حيوانات مثل الدجاج المعلفة بعلف يستخدم هذه الاعلاف الملوثة بالفطريات، او احيانا حيوانات نفسها تستهلك الخبز مثلا المعفن اللي احنا بنرميه للبقر، وبالتالي نيجي نستهلك الحليب، الحليب بيكون داخله الكثير من السموم الفطرية في حال كانت مصابة بفطريات تمتلك القدرة على إفراز السموم، مش بس للحيوان أيضا الإنسان اللي بيستهلك هذه اللحوم أو منتجات هذه الحيوانات، أو ممكن يكون ناتج عن استهلاك التوكسين نفسه مباشرة، بدل ما نحن نكون يعني مثلا بدل ما نستهلك حيوان استهلك سموم فطرية بنستهلك إحنا السموم الفطري مباشرة، بينتج عندنا ما يسمى بالأميناتا وهو مشروم ملوث أو سام جدا، فيعتبر عندنا إيش مشكلة إن إحنا تلوثنا أو حصل عندنا توكسيكيشن عن طريق استخدام الفطريات أو الفطور المشروم اللي هي بتكون سامة بالنسبة لجسم الإنسان. الفنجل انفكشن اللي احنا قلنا تكلمنا عنها سابقا بتزيد مع معدل زيادة استخدام الانتيبايوتكس ومضادات الفرط الحساسية او الموضوع اللي هي الكورتيزون والكورتيكوستيرويدز، هذه كلها بتؤدي للأسف الى او عندنا مشكلة المس دايجنوست اللي هو سوء التشخيص، فبتزيد من نسبة الوفيات بالفطريات بسبب هذه الأسباب. استخدام الأنتيبيوتكس بشكل كبير جدا يؤدي إلى ضعف النورمال فلورا في البكتيريا، وبالتالي نشاط الأبارتيونيستيك فانجاي، وبيعمل لنا مشكلة، وبالتالي إحنا بنعالج قضية وللأسف بنتسبب في وجود قضية أخرى. استخدام مضادات الحساسية اللي هي مثبطات المناعة بشكل عام فتؤدي إلى زيادة النسبة في الفطريات، وعموما قد تكون الفطريات true pathogenic أو ممكن تكون opportunistic. بشكل عام نوع الإصابة إما تكون مندرجة تحت superficial mycosis وتكلمنا عنها، هي الطبقة الميتة من الجلد وملحقاتها مثل الهير والنيلز اللي هو الشعر والأظافر، وتسببها أربعة أنواع من الإصابات الفطرية أو الفطريات: الملاسيزيا سبيشيز أو الملاسيزيا فرفر، هورتيا ورنيكياي، تريكوسبورن سبيشيز، أند بيدرا هورتي.
الملازيزيا مثلا بيسبب لنا مرض يسمى البيترياسيس فيرزيكالار، وهذا اسم المرض الفطري، او ممكن يسمم عندنا يسبب عندنا تينيا نيجرا، وايت بيدرا اند بلاك بيدرا، الخاصه في اصابات الشعره الخاصه بمنطقه الراس. ممكن الاصابات تكون عندنا كيوتينوس، وتكون مسببه بواسطه جنس او انواع الجنس الميكوسبوريوم او ترايكوفايتون، بتسبب لنا اصابه الدرماتوفايتوسيس، وهنا دائما تنشأ عندنا استجابه التهابيه، معنى ذلك وجود حكه، وجود التهاب او منطقه ملتهبه، ويستخدم العلاج لاغراض جماليه ولاغراض علاجية أيضا. ممكن أيضا الكانديدا تكون مترافقة مع هذه الإصابات. السبكيوتينوس إنفكشن اللي هي الأعمق نوعا ما، قد تتطور من الكيوتينوس إنفكشن مؤدية إلى الكثير من الإصابات، الكروماتوبلاستوميكوسيس، السبوروتريكوسيس، وأيضا قد تنتج من الميسوتوما اللي بتكون نتيجة لوجود بعض الفطريات، بالإضافة إلى وجود البكتيريا اللي هي النوكارديا، هذه بتساعدها على إنشاء هذه المجموعة من الأمراض. الإنديميك البرايمري سيستميك او الاوبورتونستيك اللي هو الاثنين، اما تكون ترو باثوجينيك او اوبورتونستيك، بتكون اما ناتجه عن انهاليشن اوف ذا سبورز اوف ذس فانجاي الملوث في الغبار، وبتؤدي مباشره الى اصابه في الجهاز التنفسي، ومن ثم عن طريق الدم ممكن تنتشر الى اجزاء الجسم كله، او ممكن عن طريق الاوبورتونستيك فانجاي اللي ممكن تعمل لنا مشكله كبيره جدا، اصابه فطريه جلديه، وبعد ذلك تنتشر الى بقيه اجزاء الجسم. التشخيص عادة أو تشخيص الفطريات عادة ما بيتم عن طريق يعني لو استخدمت أنا أساسا فقط ظهور الأعراض وأقول أنه هنا ممكن أقدر أشخص، فهنا بيكون الطبيب عاجز عن تحديد نوع الإصابة. لابد من الطب التشخيصي اللي ممكن يفرق له ما بين إذا كان هذا فيروس، إذا كان هذا فنجاي، إذا كان هذه بكتيريا إلى آخره من الميكروبات، لأنه الكثير من الأعراض قد تتشابه فيما بينها. مثلا عندنا بعض الفطريات قادرة على إنتاج الكثير من الأمراض التحسسية في التنفس، وبتؤدي إلى ظهور أعراض النيمونيا، التهابات الرئة، وتشابه الكثير الإنفلونزا، وللأسف قد تؤدي إلى ظهور التعرق الليلي، السعال المصحوب بدم، الكثير من الأمراض اللي ممكن بتعمل مشكلة. التعرض للغبار الملوث ب فضلات الحيوانات أو الطيور أو الخفافيش أو حتى بعض الكائنات اللي ممكن تجلس في الكهوف، وللأسف احنا قد شفنا هذا التطور الرهيب في هذا الانتقال الأمراض ما بين الإنسان والحيوان، أو ممكن أيضا الفطريات اللي ممكن تعيش في الصحراء أو في الرمال الصحراوية، هذه كلها ممكن تؤدي إلى استنشاق هذه السبورات ودخولها للجهاز التنفسي وظهور أعراض كثيرة. إذا غفل التشخيص الحقيقي عنها قد تؤدي إلى الوفاة. قد تظهر عندنا قلنا بعض الحمى الغير معروفة المصدر، قد تظهر بعض التعرق الليلي، فقدان الوزن، وهي مشابهة لأعراض التيوبركلوسيس، وللأسف يقوم الأطباء بإعطاء أو وصف المضادات الحيوية، بينما الإصابة بالنسبة لنا هي إصابة فطرية ويؤدي ذلك إلى الوفاة. أي إصابة يجب أن تكون، وإذا كانت نيجاتيف للبكتيريا الكلتشر، لازم يكون عندي الشك بوجود فطريات، بالإضافة إلى ممكن يكون عندي فيروسات. لكن الفطريات برضه ممكن نشوفها في الدايركت إكزامينيشن. المهم ما بيكونش عندي مشكلة إنه أقول إنه هذا الفطر هو ملوث للبيئة، لا، ربما أشك إنه هذا الفطر هو أساساً الكائن المجهري الذي إحنا جينا نعزل البكتيريا وطلع معانا فطر، ولذلك إحنا لازم يكون عندنا التشخيص مش بس على المانيفستيشنز أو الظواهر اللي بتظهر معانا على المريض. الطرق التشخيص المختلفة اللي احنا بنستخدمها ممكن تكون الميكروسكوبيك اكزامينيشن مثل ما احنا شايفين، ولسه نأكد عليكم بانه لازم تسلمون النشاط الخاص بتصنيف الفطريات حسب السيكشوال اند اسيكشوال سبورز، هذا مهم جدا، اللي بيخليني اتعرف على الفطر من خلال النظر الى الشريحة او العينة تحت الميكروسكوب، باستخدام المجموعة من الصبغات اللي بتدرسوها في العملي ان شاء الله، او التحضير الرطب بدون صبغة اطلاقا اللي هو البوتاسيوم هيدروكسايد الكي او اتش اللي بنستخدمه مع سكين سكرابينج، نقوم بتقشير الجلد بمقشر معقم، حكة بسيطة،
وبعدين هذه القشور نعرضها للكي او اتش، بالتالي هذه الكي او اتش نخليه 20 دقيقة تقريبا علشان يبدأ بهضم المادة الميتة في الجلد ويحرر السبورات الموجودة داخل هذه الطبقة، وبالتالي ممكن رؤية نوع السبور والتعرف على هذه الفطريات. ممكن استخدام الكثير من الصبغات مع سوائل الجسم المختلفة مثل النيجروسين والانديا انك اللي ممكن تستخدم حتى في الميكروبات الاخرى، الجمزة also. ممكن بنستخدم حتى الصبغة المعروفة اللي بتعطينا هذا اللون اللي هو اللاكتوفينول كوتون بلو، هذه الصبغة ممتازة جدا، واتمنى من الجميع انه بيدخل اليوتيوب ويدخل يتعرف على اللاكتوفينول كوتون بلو، سهلة جدا التقنية ومن افضل الطرق من اجل التعرف على الميكروسكوبيك اكزامينيشن فور ذا فانجاي. او ممكن اذا كان عندي الاصابة نسيجية باخذ خزعة نسيجية من المريض واعرضها لصبغات نسيجية بتحتوي على الهيماتوكسيلين والايوسين، بتعمل لنا الوان مختلفة خاصة للسبورات الفطرية وتصبغ النسيج باصباغ اخرى. هنا ممكن اقدر الاحظ حتى الميسيليم داخل هذه العينات اذا كانت عينات هيستو باثولوجي، يعني الهيستوباثولوجيست هم اللي بيعملوا هذه النوع من الفحوصات. ممكن ايضا انه اعمل الكلتشر في الفنجاي واستخدم بيئات خاصة من ضمن البيئات اللي تكلمنا عليها سابقا وسألتكم في اخر محاضرة، انواع السبروتس ديكستروز ميديوم اللي ممكن استخدمه مباشرة من اجل كسبروتس ديكستروز اجار من اجل عزل الفطريات، ولكن اذا حبيت اتخلص من البكتيريا استخدم انتيبايوتكس مثل الكلورامفينيكول، او ممكن استخدم ايضا سيكلوهكسامايد اللي هو ممكن يعمل لي على تثبيط لنمو الفطريات المتعايشة وليست الممرضة، وبالتالي تصبح سيلكتيف ميديوم فور ذا ايزوليشن اوف ذا ترو باثوجينيك فانجاي. الايدنتيفيكيشن اوف ذا ييست احنا تكلمنا عنها سابقا وقلنا ان احنا ممكن نستخدم فحوصات البايوكيميائيه مثل اليورياز النيتريت ريدكشن، التخمر السكريات المختلفه، وجود الكبسول من عدم وجود الكبسول، والجرم تيوب تيست مهمه جدا في تشخيص الكانديدا البيكانس. كل هذه تعتبر فحوصات خاصه بسيطه وممكن ابحث عن نشاط يسمى بالاوكسوكولر، اعتقد اتكلمت عنها قبل، واتمنى من الطلاب جميعا انهم بيعملوا لي دفتر كامل، دفتر خاص بالفطريات، كل النشاط او الانشطه او الاسئله اللي احنا بنسالهم لابد ان تتواجد في هذا الدفتر، يعتبر واحد من اهم التقييم اللي حتبعه علشان اقيم كل طالب، اللي هو دفتر فيه اسم الطالب وفيه كل هذه الاسئله والتصنيفات اللي تكلمنا عنها. ايضا ممكن استخدم طرق جينيه او طرق ابحث عن الدي ان اي ابروبس اللي هو المولكيولر بيولوجي علشان ابحث عن الماده الوراثيه الخاصه بالفطر سواء كان خميره او ممكن يكون حتى فنجاي، او ممكن الفيلمنتس فنجاي ممكن طريقه الماكروسكوبيك والميكروسكوبيك اكزامينيشن، كيف شكله في المزرعه وكيف شكله تحت الميكروسكوب باستخدام صبغات او بغير استخدام الصبغات، هذا ممكن تعطينا طريقه تشخيصيه عن طريق ايش استخراج انواع السيكشوال اند اسيكشوال سبورز. ايضا وجود الدي ان اي بروبس عمليه مساعده جدا في تحديد جزئي لنوع الفطر الموجود. ممكن استخدم سيرولوجيكال تيست اللي هو انتيجين انتيبادي رياكشن عن طريق اما الاجلوتينيشن ووصولا حتى للإلايزا. ممكن ايضا استخدم سوائل الجسم المختلفه الذي ممكن تكون زي السي اس اف اللي في حال عندي شك انه الاصابه الفطريه في التهابات السحايا او مننجيز، او ممكن تكون في اليورين واحنا تكلمنا عنه سابقا انه الفطريات ايضا تسبب اصابات في اليورين تراكت انفكشن، في الجاسترو انتستينال تراكت، حتى في الابسيسز الكثير من الفطريات قد تسبب هذه الاصابات. هنا نكون انتهينا من محاضره اللي هو الفيريولنس فاكتور تبع الفطريات، وكذلك طريقة تشخيص الفطريات وطرق معالجة الفطريات بشكل عام، ولما ندخل في كل أنواع الفطريات حنبدأ نتكلم عن كل واحد بالتفصيل الممل علشان نتعرف على كل هذا الميكانيزم، يعني ندرس الفطر المحدد، ندرس كيف ممكن يسبب المرض، إيش بيمتلك هذا الفطر، كيف يمكن تشخيصه، وما هي الطرق الخاصة بعلاجه. أتمنى من الله العلي العظيم أنه نكون قد وفقنا في استعراض هذه المحاضرة وأن تكونوا على أتم استعداد في فهمها والمناقشة، وضعها للمناقشة، لابد أن يكون الطالب على مستوى المسؤولية. نطالبكم بشدة بالأسئلة السابقة مثل الـ API، ركزوا معايا الـ API برضو
الاوكسيكولار تكلمنا عنها، تكلمنا عن الكلاسيفيكيشن اوف ذا سبورز ان فانجاي سيكشوال اند اسيكشوال، طرق تشخيص اللي هو عن طريق الاي بي اي، وتكلمنا حتى عن بيئة السبارودز ايش انواعها. والان اضيف لكم سؤال اخر اللي هو اللاكتوفينول كوتون بلو، ما هي وظيفة كل مركب من هذه المركبات في حال استخدمنا هذه الصبغة من اجل التعرف على الفطريات؟ اللاكتوفينول كوتون بلو، ادخلوا على اليوتيوب حتلاحظوا الكثير بيشرح هذه التقنية. نلتقي معكم في محاضرة أخرى إن شاء الله، أنا مستعد لأي أسئلة لأجاوب عليها، وبالتوفيق ربنا يوفقكم إن شاء الله، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.